في حادثة لم يسبق لمثلها أن تحدث إلا في اليمن. تم القبض على عصابة متخصصة بسرقة المومياوات من المقابر الأثرية بغية المتاجرة بها. تم نشر الخبر يوم الخميس 1 سبتمبر 2022 ميلادية على مجموعة من المواقع الإلكترونية والصحف الرسمية اليمنية عن تصريح لمصدر قضائي أنه تم القبض على 3 أشخاص قاموا بسرقة مومياوات من مدينة ثلا الأثرية، وأن النيابة العامة تحقق معهم. قمت شخصيا، والقول هنا للمصدر وهو الأخ الأستاذ رياض الفرح، قمت بالتأكد من صحة الخبر من مصدر موثوق في الهيئة العامة للآثار والمتاحف، والذي أكد صحته، وأن الهيئة هي من تتابع الموضوع منذ أسابيع، وأن التحقيقات ما زالت جارية مع اللصوص. في العادة يتم نبش القبور الأثرية من قبل لصوص الآثار للبحث عن الكنوز والذهب الذي يعتقدون أنهم سيحصلون عليه في تلك القبور، وعندما لا يجدون ضالتهم يتم العبث بمحتويات القبور التي ينبشونها في حال وجدوا جثثا محنطة ثم يتركونها في أماكنها. لكن أن يتم أخذ المومياوات والاحتفاظ بها ربما لغرض بيعها، فتلك سابقة خطيرة لم تحدث إلا في اليمن للأسف الشديد. اليمن التي عانت وما تزال تعاني من إهمال غير عادي من قبل الدولة في السابق واللاحق، برغم ما تبذله الهيئة العامة للآثار والمتاحف من جهود ملموسة، إلا أنها بحاجة إلى تزويد المواطن بالوعي ومعرفته بمدى فداحة العبث باللقى الأثرية وخاصة المومياوات، والتي يشكل اكتشافها منذ منتصف القرن الماضي بداية فتح جديد وكشف للستار عن المستوى الحضاري العظيم الذي عرفه اليمني القديم في مجال الطب. فحكاية اكتشاف التحنيط والمومياء في اليمن لم تكن ناتجة عن دراسات وتنقيبات أثرية، وإنما عن طريق المصادفة من قبل المواطنين. ثم يأتي بعد ذلك دور البعثات والفرق الفنية بغية إنقاذ ما تستطيع إنقاذه. كانت البداية في معبد أوام وتمنع من قبل البعثة الأمريكية التي اكتشفت وجود بقايا بعض المواد التي تستخدم في التحنيط. في العام 1983 اكتشف المواطنون أثناء العمل في أحد جبال شبام الغراس مجموعة من الجثث المحنطة. تم بعد ذلك نزول فريق من قسم الآثار بجامعة صنعاء لعمل مسح للموقع والقيام بحفريات إنقاذية للمومياوات بعد تعرضها للعبث من قبل المواطنين، حيث أتلف معظمها، ونجح الفريق في إنقاذ مومياء واحدة مكتملة وبحالة جيدة. تم نقلها لمتحف قسم الآثار بجامعة صنعاء وتمت دراستها بشكل علمي موسع. في العام 1984 تم اكتشاف إحدى المومياوات في ملحان بمحافظة المحويت من قبل أحد المواطنين. في العام 1991 ميلادية اكتشف أحد المواطنين كهفا في منطقة ثلا بداخله مومياء، وتم نزول فريق من قسم الآثار وأنقذت تلك المومياء ونقلت إلى متحف الجامعة. في العام 1995 نزل فريق من قسم الآثار لاستكشاف مدفن صخري في منطقة حيف بمحافظة المحويت. في العام 2004 ميلادية اكتشف أحد المواطنين مومياء طفل في جرف إسبيل بمديرية ميفعة عنس محافظة ذمار. في العام 2012 ميلادية اكتشفت 3 مومياوات في مديرية جبن بمحافظة الضالع حين تم العبث بها من قبل المواطنين وإيصال إحداها للجهات المختصة، إلا أنه تم التخلص منها لعدم وجود مواد حافظة ولوازم ترميم. في العام 2017 ميلادية اكتشف أحد المواطنين مقبرة تحتوي مومياوات في حزام المصانع بمحافظة المحويت. في العام 2019 ميلادية اكتشفت مقبرة أثرية في منطقة شملان محافظة صنعاء، وذلك بالمصادفة أثناء شق إحدى الطرق الجبلية كانت تلك المقبرة تحتوي على مومياء. في العام 2021 ميلادية لصوص آثار يكتشفون مومياء في مديرية السياني محافظة إب نقلوها إلى مكان آخر، مما لم يمكن مكتب الآثار بالمحافظة من الحفاظ عليها وحمايتها،
وكذلك تتوالى الاكتشافات تباعا في مناطق مختلفة من اليمن. يعتبر متحف قسم الآثار بجامعة صنعاء هو الجهة المعنية بالحفاظ على المومياء ودراستها، ويحتوي المتحف على العديد من المومياوات المكتملة وبعض البقايا، ولكن هنالك معاناة يشهدها المتحف جراء الإهمال. وفي تصريح سابق لمدير متحف قسم الآثار بالجامعة أشار إلى عدة مشاكل، منها الترميم ومتطلباته من مواد صيانة ومحاليل، إضافة إلى الحاجة إلى قاعة عرض كبيرة تتناسب مع عدد المومياوات. والمشكلة الأخرى هي عدم وجود خبراء في الآثار العضوية داخل القسم، حيث كان يتم الاستعانة سابقا بخبراء مصريين، أما في الفترة الأخيرة فلا يوجد. ومن المشاكل الفنية التي تحدث وقت اكتشاف المومياء هي عدم خضوع بعضها للتحاليل الإشعاعية بسبب محدودية الإمكانيات. ونتيجة لعدم توفر أماكن مناسبة للمومياوات فإنها تتعرض للتلف بسبب تقلبات درجة الحرارة والرطوبة. الجدير بالذكر أن المومياء اليمنية تتميز عن غيرها بطريقة التحنيط وكذا طرق الحفظ، حيث وجدت أغلبها مغلفة بإحكام بواسطة جلد حيواني ومحفوظة في كهوف ومقابر صخرية مرتفعة يصعب الوصول إليها. ولكن برغم وجود الكهوف والمقابر الأثرية في أماكن مرتفعة، إلا أن أيادي العابثين واللصوص تطالها لتقلق سكينة هؤلاء العظماء النائمون منذ آلاف السنين. ولا يعلم هؤلاء اللصوص أنهم يفقدون اليمن واحدا من أهم إنجازاتها الحضارية القديمة التي تشهد ببراعة الإنسان وتقدمه في مجال الطب، كما لا يعلمون ما يعرضون أنفسهم له من مخاطر صحية تنقل إليهم من المومياوات مثل الفيروسات والأمراض الجلدية، ويعرضون أنفسهم للعنة كل وطني شريف يهتم بتاريخه وحضارته.